اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا اسلام. احمد، خليني ابدا معاك، رايك في مباراه اليوم؟ مباراه اليوم طبعا عشان نتكلم عليها، طبعا نتيجه يعني متوسطه، ما اقدرش اقول طبعا ان هي جيده، لان الهدف 1-0 ده انت هتضطر ان انت هتلعب في مباراه الاياب على حاجتين. اول حاجه ان انت ما تستقبلش هدف، عشان لو هم جابوا جون هتضطر ان انت محتاج 3 جوان. الحاجه الثانيه محتاج ان انت تسجل جونين مش جون واحد، جون واحد هيوصلك لركلات ترجيح، جونين انت ان شاء الله تصعد. عشان تبص على المباراه النهارده انا شايف ان فيها كذا عنصر عشان تقدر تحلل المباراه. اول حاجه نقطه التحكيم، انا شايف ان البطوله بينظمها الفيفا، والبطوله دي معموله تجربه في قاره افريقيا، عشان تتطبق في اوروبا يكون التحكيم بالمنظر ده 3 ماتشات على التوالي للنادي الاهلي ضربه جزاء ما تتحسبش، دي حاجه، لا حاجه صعبه. ما ينفعش يا جماعه يكون في فار، امال احنا مدخلين الفار ليه؟ وبطوله افريقيه والحكام وضربه جزاء ما تتحسبش للماتش الثالث على التوالي. يا ريت لو نستعرض الصور بتاعه 3 ضربات جزاء لثلاث ماتشات على التوالي، دي حاجه مش، لا حاجه بالنسبه للتحكيم. لازم النادي الاهلي يطالب بحكام من كلاس A في مباراه الاياب. لازم نعمل ضغط، ما ينفعش يا جماعه 3 مباريات ورا بعض ما يتحسبش ضربه جزاء للنادي الاهلي، وهي ضربه جزاء صحيحه بشهاده جميع خبراء التحكيم. مره واحده، مره ثانيه يا جماعه ما ينفعش، نحن لا نبرر ولكن نطالب بحق النادي الاهلي في هذا الامر. ولازم نطالب يا كابتن اسلام في مباراه الاياب بالحكم من كلاس A في مباراه الاياب، لان عيسى سي سنغالي تحدد عيسى سيفا، عيسى سيفا اسم جيد، ولكن يا جماعه انا وجهه نظري ما اعرفش ان الحظ بيبقى واحد. انا مش من محبي موضوع المؤامره، والله بجد نظريه المؤامره، ولكن ما يحدث يدعوك ان انت تنظر الى التحكيم الافريقي في 4 مباريات متتاليه يحدث نفس الامر. يا كابتن اسلام ممكن انا ابقى وحش طول الماتش، انا النهارده وحش طول الماتش، بس ضربه الجزاء دي لو كانت اتحسبت كانت هتبقى 1-1. كنت خلاص، كنت يعني يبقى نسبه الصعودي كانت 70-75. صحيح، دي اول نقطه، نقطه التحكيم. النقطه الثانيه نقطه المدرب، عشان تقيم المدرب بتاع مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي النهارده. كولر لعب على مرحله واحده بس، هي مرحله الدفاع. لعب مرحله في كره القدم، احنا النهارده ما كناش بنتحول من الدفاع للهجوم خالص، كنا بندافع بس. احنا تحس ان التحضير النفسي كان الذهن كله، كل الناس شغله نفسها بالخماسيتين اللي احنا خدناهم قبل كده، فخايفين ان احنا نتغلب تاني، فتحس ان احنا واقفين ورا بس، ما كانش في تحولات. صحيح. الحاجه الثانيه التغييرات بتاعت كولر انا شايفها غير موفقه النهارده. تمام. من وجهه نظري كان ممكن يبقى النهارده تنزل بيرسيتا وراس حربه وتنزل حسين الشحات، خاصه ان حسين الشحات كان ماشي بشكل كويس. ليه تم ابعاء كوكا؟ كان ماشي بشكل كويس فجاه، ما كانش موجود في التغييرات. رهانه برضو على صلاح محسن، صلاح محسن ما اداش بشكل كويس في التشكيل الاساسي. فممكن من ناحيه المدرب كولر نجح في حته الدفاع فقط، ان انت خرجت ب1-0. ممكن غلطه من الشناوي في الهدف، لكن كان ممكن افضل من كده. التحولات من الدفاع للهجوم، التغييرات بتاعه كولر كانت ممكن تكون افضل من كده، ونتمنى ان شاء الله في مباراه العوده ان احنا نعوض الحاجات دي. بالنسبه للعيبه، لا عشان يبقى احنا قيمنا الحكم، قيمنا المدرب، نقيم اللعيبه. اللعيبه في بعض اللعيبه قدمت اداء كويس، وفي بعض اللعيبه التاني لا، محتاجه ان هي تراجع نفسها تاني. اللعيبه اللي قدمت بشكل كويس، انا شايف مكسب المباراه النهارده اكرم توفيق. طبعا اكرم توفيق بصراحه واحد من اللعيبه الرجاله اللي وقت ما بتحتاجها بتلاقيها. نزل الشوط الثاني قفل الجبهه بتاعت ماسيكو، عمل جبهه كويسه جدا. برضو واحد زي رضا سليم، رضا سليم انا شايفه من اللعيبه اللي نورت مع النادي الاهلي، كان يعني مدي الدفاع اكتر من هجوم النهارده، جيم دفاعي، وكان تحس ان هو كان بيلعب باك ليفت جنب علي معلول. صح. طول الماتش، وهنشوفها حتى في الحالات طول الماتش باك ليفت. لكن في بعض اللعيبه الثانيه اللي محتاجه واقفه مع نفسها، بيرسي تاو تحديدا بقاله 3 ماتشات بصراحه ما بيعملش محاولات على الجون خالص، ما بيرجعش دفاعيا، محتاج واقفه شويه مع نفسه. مروان عطيه محتاج وقفه، لازم يا جماعه اللعيبه تراجع نفسها في الفتره دي، عشان احنا مش هقول بقى لا ارهاق، ولكن احنا عندنا مباراه اياب، احنا النادي الاهلي. شفنا اللقطه بتاعه مكوينه، الفيديو بتاع مكوينه، لازم الفيديو ده يتحط في اوضه اللبس لعيبه النادي الاهلي. المدرب بتاع صن داونز بيحتفل ولسه عنده مباراه اياب مع النادي الاهلي، ما يعرفش اسم النادي الاهلي. لازم نعلمه اللقطه دي كده، لازم تتحط بكره في اوضه اللبس. لازم اللعيبه والجهاز الفني لازم نعلم مكوينه يعني ايه اسم النادي الاهلي، ده بيحتفل ولسه عنده اياب وكسبان 1-0. اللقطه دي مهمه جدا ولازم ناخدها دافع، ولازم تكون حافز لينا ان احنا
نرد. احنا انا شايف ان احنا افضل. لو بصيت برضو النقطه الرابعه المنافس سان داونز، انا شايفه مش مخيف يعني، مش شرس صراحه، رغم ان هم استحواذ، بس على المستوى الهجومي عملوا كام محاوله يا جماعه يعني، تحس كام خطوره، مفيش. بيتر شيلويل غايب، لوكاس روبيرو غايب، مورينا غايب، الثلاثه المهمين قدام غايبين، فتحس ان لا هم مش شرسين. وخلي بال حضرتك هم ما نزلوش، مش موجودين في القايمه يعني، بنسبه كبيره مش هيبقوا موجودين على الاياب، مع غياب مكوينا رقم اربعه احد اهم اوراق سان داونز، معانا صورته برضه، ومعانا ده اهم لعيب عند الراجل مكوينا ده رقم اربعه في مرحله بناء الهجمه، لما يغيب هياثر عليهم، دي نقطه برضه. طبعا هو اخد انذارين، انذار في مباراه بيترو اتليكو وانذار في مباراه النهارده. لما يغيب هياثر عليهم بشكل كبير. بالنسبه للمنافس زي ما قلت لحضرتك، انا مش شايفه شرس. بيلعبوا كره كويسه، تمريرات، بيتحركوا بدون كره بشكل كويس، لكن انا مش شايف شراسه هجوميه خالص. طيب اهو ده مكوينا بالمناسبه، ده اللي هيغيب رقم اربعه. هاتوا الصوره اللي بعدها كده، هتلاقي دوره في تحضير الهجمه. ده لما يغيب، بص يا كابتن اسلام، هو دايما المحطه الاولى اللي قدام حارس المرمى يعني. صحيح. اول حاجه في المرحله الاولى الحارس المرمى، بعد كده مكوينا وجنبه مارسيلو اليندي. النهارده لما مكوينا ده يغيب بيفقده 60 70% في مرحله بناء الهجمه لسان داونز. اوكي. ودي لازم تاخد دافع اللعيبه برضو، ان النهارده غياب لعيب مؤثر في سان داونز، مع غياب لوكاس روبيرو، مع غياب بيتر شيلويل، مع غياب مورينا، انت غايب عندهم لعيبه مؤثره كتير، لازم ان شاء الله نعوض في مباراه الاياب باذن الله. كريم، رايك في مباراه اليوم وطريقه لعب الاهلي؟ لا، وطبعا اللي مزعلني بصراحه ان المباراه دي تقريبا الثالثه او الرابعه، احنا المباراه الخامسه على التوالي، ما بنقدرش ان احنا نحقق فوز على سان داونز سواء ذهابا او ايابا. واضح بقى في حاجز نفسي ما بيننا وبين سان داونز في اخر سنتين. مكوين المدير الفني لسان داونز بكل امانه وبكل صراحه بقى اصبح من المدربين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع النادي الاهلي بشكل كويس. ربما كولر كان امبارح كان في لغايه الساعه لغايه بعد التمرين امبارح كان في يعني وجهتين نظر، هل هنلعب ببلاي ميكر ولا هنلعب بثلاثه في خط الوسط، وما كانش الامر اتحدد. ربما هو استقر ان هو يعني كولر من المدربين اللي بيحب عنده فلسفه، انا ما بغيرش، هلعب بنفس طريقتي في اي مكان في اي وقت. اللي مزعلني الارقام جدا، الارقام الاحصائيات بتاعت المباراه، ربما يكون النادي الاهلي هو المفروض بيعملها مع المنافسين، الاحصائيات سيئه جدا. ده تتابع بقى للشكل اللي احنا شفناه، ان واضح جدا مكوينا بقى فاهم تماما ان الضغط العالي على النادي الاهلي بيخلي فيه ارتباك وبيخلي فيه عدم خروج بالكره. احنا في 13 دقيقه بالظبط من الدقيقه 22 الشوط الاول لغايه الدقيقه 35، عايز اقول كابتن اسلام النادي الاهلي ما خرجش من 18، مش ما خرجش من نص ملعبه، من 18. اتمنى طبعا تيم التحليل للفريق يبقى بيقطع، ان احنا طبعا ما عندناش هنا مساحه ان احنا نعمل فيديوهات، لكن اتمنى يقطعوا التوقيتات اللي انا بقول عليها دي. ما عندناش حقوق يعني. ما عندناش حقوق بالظبط. احنا كان مشكله كبيره جدا، حتى واحنا في خضم الشوط الاول واحنا لسه بالاكسجين، انت عارف عندنا فعلا واضح جدا جدا ان احنا في بريتوريا بنعاني من موضوع ضعف المجهود في نهايه المباراه، ما بنفنش الماتش في بريتوريا زي ما فنشناه مثلا في تنزانيا، فاحنا فنشنا في تنزانيا بشكل كويس جدا في اي مكان، لكن في بريتوريا لا، بصراحه احنا واضح ان احنا محتاجين نغير من اسلوبنا في مواجهات سان داونز. سان داونز فعلا فريق مرعب، انا قلت هنا في الحلقه قبل المباراه، فريق مرعب باقصى درجه، فريق فعلا بيعرفك مثلا بسيط، زواني اصلا مش مهاجم صريح، زواني بيلعب فولس ناين، بيلعب مهاجم وهمي مع سان داونز. عايزين نبص على زواني لما كان الكوره بتتقطع من مدافعي النادي الاهلي، التحول لزواني من مهاجم لمدافع بيعمل دبل بريس مع اقرب لعيب له عشان يخلي لعيب النادي الاهلي مش يغلط، لا يخليه يمرر باستعجال. ده واحده من النقط اتعملت معانا طوال المباراه وخلتنا عاجزين. المنطقه اللي انا عايزه يمرر فيها يعني يعني انا عايز اوديه لناحيه اليمين واوجهه، بوجهه لناحيه اليمين مثلا. والفريق طبعا كومباكت جدا، الفريق كومباكت جدا بطريقه، من واقفين من عند منطقه نص الملعب لغايه ال 18 بتاع النادي الاهلي، الفرقه بتتحرك بالظبط زي بلاي ستيشن، كل ما بيلعب بلاي ستيشن فعلا بيتحركوا زي بلاي ستيشن بالظبط. وفي ايه؟ وبلاي ستيشن في اصعب مرحله له، مش في اضعف مرحله له، لا بصراحه احنا قدام سان داونز كان الارقام بتقول ان احنا شكلنا مش جيد، والاسلوب ده طبعا نتيجه بكل امانه في ظل الظروف اللي احنا شفناها، في ظل كم الهجمات اللي سان داونز طبعا ضيعوها. احنا الشوط الاول كنا محظوظين للغايه
ان احنا نخرج 0-0، المباراه تخلص 1-0، انا بشوفها يعني نتيجه كويسه. بس برضو كريم معلش انت كده انا وجهه نظري ان انت مأفور الموضوع جدا. لا خالص والله يا اسلام، دي احنا دي المره دي انا بشوف عايزه. يعني لكن انا بقول لك انا بشوف ان انت يعني الموضوع ليه؟ لانه انا عمال افتكر ايوه انا يعني بفتكر كويس الفرص طبعا لسه ما يعني الزهايمر ما يعني فانا قصدي ان انا اقول لك انه عمال افتكر دلوقتي وانا قاعد ما بلاقيش ان سان داونز راح للجو طبعا اربع محاولات صحيحه كابتن ماسك ماسك الكوره بشكل جيد جدا، ولكن على الجانب الاخر ماذا فعل سان داونز؟ خليني اقول لك شويه ارقام كابتن سليم نرد بالارقام. استحواذ طول المباراه لا 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 ما تدخلنيش في بص لا ما تدخلنيش في الارقام. انا قلت لك استحواذ 70% سان داونز و30% النادي الاهلي، ما عنديش مشكله في كل ده، ولكن انت ماسك بتستحوذ وبتودي يمين وشمال، ولكن رحت للجون كام مره؟ ما احنا عايزين انت رايح عايزين لا 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 مفيش شراسه لا معلش طب خلينا نكمل وجهه نظري. استحواذ سلبي يا كريم. لو انا مش هكمل وجهه نظري طب ما اقولهاش. طب اتفضل. طيب تاني، سان داونز نجح للمباراه الثالثه على التوالي في ارضه ان هو بيلعب معانا بنفس الاسلوب وبنفس الستايل اللي احنا عارفينه واحنا ما قدرناش نتعامل معاه، دي حقيقه واضحه حصلت النهارده. احنا النهارده النادي الاهلي في المحاولات على المرمى 14 محاوله لسان داونز مقابل 3 محاولات، احنا اول 5 دقائق كان عندنا رضا سليم لعيب عنده شخصيه ممتازه وبيرسي تاو شخصيه ممتازه، الاثنين دول على الاجنحه ادونا الى حد ما شكل هجومي، لكن ما كانش فيه مساعده. في وجهه نظري عدم وجود المساعده دي بسبب اختيار مارسيل كولر في البدء بمجدي قفشه. مجدي قفشه ربما كان مارسيل كولر عايز يدي الايحاء ان بلعب ببلاي ميكر، بس هو ما نجحش في ان هو يديله ولا الشكل الهجومي اللي هو عايزه ولا الشكل الدفاعي، لان احنا النهارده في الاخر الخط الوسط ما قدرتش انا اواجه الرباعي بتاع سان داونز، وخصوصا طبعا ثنائيه ماكوينا والاندي الاثنين قدروا ان هم يستحوذوا على نص الملعب، فبالتالي معركه نص الملعب انا خسرتها. طيب الشوط الثاني لما انا حاولت ارجع للمباراه وبدات ازود شويه في الخط الامامي نشوف كده كره الهدف لو معانا صوره ليها ونشوف ازاي لعيبه سان داونز كان عندها كذا اوبشن للهجوم بخلاف التسديد، كان ممكن يتم التمرير، كان ممكن يتلعب 1 2، كان ممكن يحصل كذا حاجه. طيب المباراه دي تدينا مؤشر مهم جدا جدا لماتش العوده يا كابتن اسلام، هتلعب ايه في ماتش العوده؟ ليه لازم احنا لسه بنتكلم على ماتش الذهاب؟ خلينا نتكلم على ماتش الذهاب، اصل انا ماتش الذهاب مرتين. خليني اقول قولي لو عندك ارقام انت دلوقتي بتقول لي انه انا اللي يهمني اختيارنا كان غلط. الكلام انت بتقوله ده حلو وده كلنا قلناه وكلنا متفقين عليه، ولكن في النهايه انا دايما لما باجي ببص للناحيه الايجابيه اكتر شويه. انا نفسي للاياب لا 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 في الماتش ده انا بشوف ان انت حتى وانت سيء زي ما انت حضرتك بتقول لم يحدث ان هوجم النادي الاهلي بشكل واضح، بمعنى ان انا ماسك الكره وعمال انقل من ناحيه اليمين الباك يمين بيرجعها لوسط الملعب، وسط الملعب يوديها ناحيه الشمال والشمال يوديها لهناك وماشي لطيف وماسك الكره وعمال تعمل وكذا وكذا وكذا، ولكن قول لي 3 هجمات او 4 هجمات راح بيهم النادي سان داونز باستثناء الخمس دقايق الاخيره اللي هي الكره الكورنر واللي قبلها في بدايه المباراه. نعم في بدايه المباراه قول محمد الشناوي مطلع كوره من تحت العرض تصويب واحده مظبوط. انت رحت بكام واحده؟ احنا رحنا بمحمد عبد المنعم الكره اللي مهدها له ديانج دي الفرصه الوحيده اللي في الماتش وبتاعت في ضربه جزاء لا لا غير ضربه جزاء احنا بنتكلم على هجمه لا ما هو انا بتكلم على هجمات الخطر اللي انا عايز الكره اللي بيرسي تاو ضغط على حارس المرمى كانت فاهم بس دي مش هقدر احسبها يعني الفرصه لا انا بحسبها انا بقى الثالثه ضربه الجزاء يعني لو كانت واحده من الثلاث حاجات دول دخلوا وبعدين اصل دي كرات يعني بتاعت محمد عبد المنعم جون دي مش جون قصدي لكن قصدي لا فرصه محققه طبعا فرصه محققه طبعا مليون بتاعت بيرسي تاو فرصه محققه الثانيه اللي هي الضغطه الثالثه ضربه جزاء يعني 50 50 تيجي او ما تجيش ولكن هي ضربه جزاء فبالتالي انت عندك 3 فرص وجهه نظري واضحه جدا انت قلت وجهه نظرك لكن انا بقول لك ان انا وجهه نظري ان انا 3 فرص محققه وواضحه هو عنده فرصتين محققه ومنها الكره اللي خدها الشناوي اللي صدها الشناوي دي في الشوط الثاني اعتقد الكره اللي كانت انفراد او من مديبه مديبه والتصويبه في بدايه الشوط الثاني هم واضح ان هو كان معتمد على التسديد ما تبقاش محققه التسديد لا ما عايزين نتكلم هنا عن نقطه مهمه فبالتالي انت انا بشوف ان انت لو 3 و3 هو ده مش انا شايف ان انت 3 وهم 2
لكن لو 3 و3 حتى ما هو انت برضو انا ما اقدرش بصراحه اقول النهارده الاهلي كان ايكوال لسان داونز، انا ما اقدرش اقولها لا 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 بصراحه. ايكوال في الفرص المحققه، كمل الجمله، ايكوال في الفرص المحققه أوكي. ولكن ليس ايكوال في الـ في الـ في الـ في الاستحواذ. ما اقدر دي ما انا معاك، ما اقدرش اقول ان الاهلي وسان داونز كان ايكوال في الاستحواذ، ما اقدرش اقول ان الاهلي كان كويس النهارده، ما اقدرش اقول ان كذا، ولكن اقدر اقول ان لو فرصه من الفرص المحققه للنادي الاهلي دخل الجول كانت هتفرق. وخلينا نروح للارقام. نعم استعرض الارقام معاك. الارقام يعني اللي عندك ماشي. الارقام المباراه لو نستعرضها، هو طبعا سان داونز مستحوذ اعلى استحواذ ب 67.6 مقابل 32.4 للنادي الاهلي. التمريرات 586 لسان داونز مقابل 273 للنادي الاهلي، زي ما انت كريم بتقول اهو دقه التمريرات ضعف صحيح 88.4 مقابل 75 للنادي الاهلي دقه التمرير. التمريرات الطوليه للنادي الاهلي اكتر، ده دليل ان احنا كنا بنلعب اسلوب لعب مباشر، بنحاول ان احنا ايه مش بنبني من تحت. النادي الاهلي 61 تمريره طوليه مقابل 35 لسان داونز. العرضيات الاثنين متساويين. تعال بقى للمحاولات، دي النقطه اللي انا ايه بقول لك عليها، محاولات على سان داونز مستحوذ استحواذ كويس وبيلعبوا كرة حلوة وكانوا أفضل مننا كأداء، بس ما فيش شراسة هجومية تخليك تقلق. بس برضو 14 محاولة كتير، 14 بس منهم 4 بس صح، يعني الأربعة فيهم خطورة ما بين الثلاث خشبات 4 بس. والنادي الأهلي 3 منهم واحدة بس بين الثلاث خشبات، اللي هي أنهي واحدة؟ اللي هي بتاعت قفشة تقريبا، اللي هي الشوط اللي في الشوط الأول. فأنت الارقام بتقول سان داونز كان متفوق مستحوذ، وهم كانوا كاداء افضل مننا طبعا، ما نقدرش نقول غير افضل كاداء، لكن كشراسه لا. وخلي بالك هو ده اللي كان بيتكلم عليه مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، قال لك انا الشوط الاولاني قفلت بشكل كويس وده اللي كلنا متفقين عليه، اللي هي التحول من الدفاع للهجوم، ده كان ناقص الاهلي. ونقطه التغييرات صحيح كانت ممكن تكون افضل من كده. في حاجه كمان، ان هم ايه اللي مفقدهم الشراسه؟ ان بيتر شيلويل المهاجم الاساسي اللي هو النبيبي مش موجود، لوكاس روبيرو هداف دوري جنوب افريقيا مش موجود، فده اللي فارق معاهم في اللمسه الاخيره، ده اللي مخلي اللمسه الاخيره بتاعتهم مش احسن حاجه. طيب صور اللي عندك، نتكلم بقى على الحالات، نبدا بصور الحالات. هنلاقي عايزين نشوف فكر كولر كان في ايه في الشوط الاول. كولر كان بيلعب بال 4-3-3، دي الوقفه الدفاعيه بتاعت النادي الاهلي. ادي الاربعه ورا، علي معلول، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد هاني، اللي قدامهم مروان عطيه، على شمالهم قفشه وعلى يمينهم ديانج وبيرسي تاو ورضا سليم، وقدام صلاح محسن. ليه بدا بصلاح محسن؟ كان رايه عشان كهربا اتصاب وعملوا اختبار طبي الصبح ما كانش لسه جاهز، فدخله صلاح محسن. بدا بقفشه، هو كان شايف ان قفشه حالته كويسه وهو عايز يستحوذ، كنا بنقول يمكن يكون مقسم المباراه، ولكن هو فضل ان قفشه يكمل ال 90 دقيقه. ده كان الفكر، ده كان بيضيق المساحات، واقف ورا في وسط ملعبه عايز يغلق ممرات التمرير، بيسيب سان داونز هو اللي يستحوذ، وده كان فكر كولر، سيبهم الاستحواذ بس مفيش فعاليه او مفيش شراسه هجوميه يعني لسان داونز بنسبه 100%. نفس الصوره بالظبط، نفس الايه الارتداد هنا برده نفس الشكل. كمل الصوره اللي بعدها نفس الشكل برده، ادي النادي الاهلي بيدافع في مسافه 25 او 30 متر بالأربعة 4-3-3، الجناحين بيرتدوا، يمكن بيرسي تاو بصراحة كان بيتأخر شوية ما بيساندش محمد هاني، محمد هاني كان مظلوم بصراحة، ماسيكو كان عليه بيروح عليه في الواحد على واحد عكس رضا سليم، رضا سليم كان لازق قدام علي معلول بالظبط. تعالى هات الحالات اللي بعدها، بص هنا، بص هنا رضا سليم فين؟ رضا سليم واقف قدام، هات الصورة اللي بعدها كمان، بداية اللي هي الصور الثانية، هتلاقي رضا سليم، دور رضا سليم الدفاعي، عجبني قوي بصراحة رضا سليم، لعيب سريع كان ممكن يجيب طرد للمداوي اللي هو الباك رايت في الشوط الاول. هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي رضا سليم واقف قدام، بص هنا مين اللي راجع ورا يا كابتن اسلام، مين الباك ليفت دلوقتي؟ رضا سليم، ومين اللي قدام؟ علي معلول. هنا الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه مع كابتن رضا شحاته، حضرتك وكابتن بركات، ده يقف ده يتقدم، ده يقف ده يتقدم، نفس مين اللي ورا؟ رضا سليم. عكس بيرسي تاو الناحيه الثانيه، كنت تحس ان هو كسول شويه في الضغط، عنده حته كسل، ده لازم ان انا يعني نعالجه بقى في المباراه الايه الاياب، مفيش بقى يبقى فيه كسل. بص رضا سليم فين؟ رايح مع سرينو، وعلي معلول هو اللي بيضغط على مداو. الدور اللي عمله رضا سليم خلى معلول يظهر بالشكل يعني نوعا ما دفاعيا يظهر بشكل كويس، عكس محمد هاني. محمد هاني بيرسي تاو ما كانش بيرجع بيرتد معاه، فكان بيروح عليه ماسيكو مع مديبه اللي هو اصلا لعيب ارتكاز، مع عبد المنعم بوطويل، كانوا بيروحوا 3-1، فكان هاني بيظهر بالشكل ده. طبعا اكرم قدراته خارقه في الدفاع، فكان لما نزل الشوط الثاني قفلها. دي الكره اللي كريم قال عليها، اللي هي في بدايه الشوط الثاني مديبه. هنا بقى صعبه، لانه خلي بالك الدنيا كانت بتمطر، ف
هنا يا كابتن اسلام احد المشاكل اللي كانت عندنا في وسط الملعب ان انت تحس ان الشوط الثاني اللعيبه نقص الاكسجين اثر عليهم او التراجع البدني. الشوط الثاني النادي الاهلي وقع بدنيا شويه. التسديد هنا عمليه الضغط على مديبه ده كان جرس انذار لينا قبل تسديده الجون، لازم كنا نخلي بالنا ان الشوطه دي لعيب متساب في المساحه دي نفس التسديده اللي جت فينا السنه اللي فاتت من مكوينا، مفيش حد بيضغط، ما ينفعش ابدا اكون بلاعب صن داونز يعني ويكون عندي الزون 14 فاضي. يعني الكره دي لو كانت دخلت الجون كانت هتبقى يعني نفس الجون بالظبط، لا غيرنا نفس الجون كانت هتبقى يعني محتمله عن الجون شويه يعني انت فاهم، بتاعت الجون اسهل من دي صح. يعني دي كانت راحه انا كنت شايفها جون، ودي الماتش التالت على التوالي نفس اللي بيخش فيك نفس الجون بنفس الطريقه بنفس التفريغ نفس تفريغ المنطقه اللي هي دي نفس تفريغ المنطقه. والنقطه بقى يعني انا بس عايز اخلص احمد عشان نتكلم على الطرطه بتاعت اللعيبه، دي المشكله هو ليه الحته دي فاضيه دلوقتي. ده الجون اوكي، ده الجون بس طبعا برضو. دي صوره متاخره يعني متأخرة. من بدايه الصوره هنلاقي ان الحته دي فاضيه، يعني مروان حاول ان هو يقفل انما كان طبعا يعني لعيبه صن داونز اصلا في بدايه اللعبه دي الحته دي فاضيه تمام وده طبعا في جزء منه بدني، بس الفكره ايه يا كابتن اسلام؟ فكره تفريغ. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي قبل المباراه اتكلمنا لو حضرتك تفتكر اتكلمنا على ان صن داونز بيتعمد انه يخترق من العمق رغم ان هو عارف ان انت مقفل له العمق، والنادي الاهلي يعني اسم الاهلي الكبير يمنع اي فريق ان هو يخترق من العمق، هو بيتعمد. فاحنا عارفين بسبب التحرك بدون كره، اسرع فريق في افريقيا بيتحرك بدون كره هو صن داونز، اسرع فريق بيلعب اللي هو الشورت باسز ده قدام منطقه جزاء المنافس هو صن داونز، فاحنا اوريدي عارفين النقطه دي، ومع ذلك قدر صن داونز ان هو يهدد المرمى، وواضح جدا 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 برضو ان هم متعمدين يشوطوا الكرات الارضيه على الشناوي، ان هم عارفين الشناوي فوق ال 190 سم، فعمليه النزول على الارض بتبقى مشكله لاي حارس طويل في القامه لانها بتاخد منه مجهود قوي، وبالتالي شفنا حتى محمد الشناوي ربما كان يمكن التعامل مع التسديده بشكل افضل. احنا النهارده عايزين نقول ان احنا لازم نشير للسلبيات من اجل التعلم، من اجل ان احنا نحسن من نفسنا، ومن اجل ان احنا كمان نعرف ازاي هنتعامل، ان احنا عندنا مشكله احنا عندنا مشكله ان احنا قطعنا سفر 20 ساعه، هم هيسافروا 10 ساعات ومعنوياتهم افضل، هم كمان معنويات هم حاليا افضل مننا، فاحنا بس عايزين. انا هنا بقى اراهن على جمهور الاهلي ووجود طبعًا. جمهور الاهلي انا اتمنى يا رب اتمنى من الداخليه او من الامن ان هم يبقوا يعني او من المسؤولين بصراحه ان اقصى عدد تقدر تديه في المباراه القادمه امام صن داونز. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، مش حاجه ما تخصنيش، ولكن انا اللي يهمني ان في ملعب المباراه ان انا اجد اكبر عدد ممكن يسمح به بصراحه. منظر 30 زي 60 يعني انا احساسي عادي، اللي يدخل 30 يدخل 50 يدخل 60 مش يعني مش تبقى يعني انا بصراحه يعني معلش انا نفسي اشوف الصوره دي ما اعرفش ليه يعني أتمنى. انا الصوره دي بالنسبه لي تمثل كل شيء حلو صحيح، تمثل كل شيء سند ودعم كبير جدا جدا، فانا الصوره دي بالنسبه لي هي الاساس في كل شيء. اتمنى ان الصوره دي تصل لكل المسؤولين لان الجمهور ده هيبقى له دور كبير جدا جدا. الحمار والحلاوه زي ما بيقولوا كده اللي موجود ده اعتقد ان ده هيبقى جزء كبير جدا 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 من فوز النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه. اتفضل يا كابتن. انا بس عايز بس اعقب على بقى نقطتين خاصين بالقرارات الفرديه للاعبين داخل الملعب. في كورتين كانوا في الشوط الثاني واحنا محتاجين نرجع في النتيجه، وانا حسيت ان تم التعامل بين اللعيبه فيهم او الاسمين اللي انا هقولهم بتعامل ما فيهوش اهتمام. الكرة الأولى كانت لصلاح محسن في ما اعرفش الصورة معانا ولا لا. صلاح محسن كان في كورة مع رضا سليم كان فاتح على الجبهة اليسرى، وصلاح محسن معلهوش ضغط معلهوش طبعا أنا متفاهم تماما إن يعني كان كهربا هو اللي هيبدأ أساسي، وبسبب الشكوى صلاح ربما يكون اتفاجئ بأنه دخل التشكيل، ودي ساعات بتبقى يعني قرار جاي سريع شوية فممكن يبقى اللعيب مش مستعد ذهنيا أو نفسيا للمباراة. بس الكرة دي بالذات بصراحة كانت كرة سهلة، كانت الكرة ان انت ممكن تباصي ونعمل هجمة واعدة، تم التمرير فيها بشكل مش منظم وبشكل مش دقيق، فالكرة خرجت خارج الملعب وضاعت هجمة واعدة في وسط ما احنا النادي الأهلي كان بيبحث عن هجمة واحنا في نظرة من الهجمات بصراحة. الكرة التانية طاهر محمد طاهر لما نزل كبديل وراح بصراحة عمل مجهود مميز جدا وقدر ان هو يدي شوية باور في الهجوم بشكل جيد. في كرة جات له وكان عنده تو اوبشنز للتنبيه، علي معلول عمل الاوفرلابنج من الناحيه اليسرى
وكان مجدي قفشه في عمق الملعب وبدا يخش لمنطقه الجزاء عشان يساعد في اذا الكره تحولت الى كره عرضيه. فطاهر محمد طاهر لجا ان هو يلعب الكره، هو ما كانش باصص لقفشه وما كانش بص عليه وشاف ان قفشه اتحرك، وكان المفروض يبص للاوبشن الافضل بالنسبه له هو علي معلول اللي كان عامل له اوفر لابنج. القرارات الفرديه كابتن اسلام في مثل هذه النوعيه من المباريات لا تحتاج ل ان احنا نغلط فيها، في ماتشات لا تتحمل الاخطاء، في اشواط كمان وفي توقيتات في مباريات لا تتحمل الاخطاء، لان النهارده وانت بتلعب مباريات زي مثلا مع فريق كبير زي سان داونز، زي ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا ان احنا نلعب الوداد في الفاينل تاني، بعض المباريات لا تتحمل مثل هذه النوعيه من القرارات. انت شفت ماتش الترجي النهارده؟ كنت اتمنى والله ان احنا نلاقي شفته كنت اتمنى. الترجي عمل ماتش كويس على فكره والله، خصوصا في الشوط الثاني 10 محاولات على المرمى. لكن بصراحه الترجي يعني انا انت عارف انا المفاجاه بالنسبه لي في مين؟ مش في الترجي، في الوداد ولا في الوداد كابتن عمر. كابتن امير عمر، كابتن امير عمر مباراه ممتازه، عمل مباراه ممتازه وشخصيه ممتازه. شخصيته كمان في ظل استاد مليان على الاخر، في ظل استاد مليان على الاخر وفي ظل كل حاجه كابتن امين عمر صحيح بقول اهو صحيح واحد من افضل المباريات اللي عملها كابتن امين عمر في حياته، لم يخطئ خطا واحد وجهه نظري يعني. صحيح صحيح. فهي بس النقطتين دول بس كنت حابب اشيل لهم في اللعب بتاعنا، وضع في اعتبار بصراحه ان احنا برضه النهارده ما حسيتش ان الدكه يعني ساعدتنا بالشكل اللي كنا نامل بيه، بس ان شاء الله باذن الله نتفادى هذه الاخطاء في ماتش مباراه الاربعاء. احمد، ارقام لعيبه وسط النادي الاهلي وارقام اجنحه النادي الاهلي. الارقام النهارده بتقول مروان عطيه وديانج وقفشه ثلاثه الارتكاز. مروان عطيه بيمر مش موفق في الماتشات الاخيره الصراحه، التمريرات بتاعته 28 تمريره، دقه تمريراته اقل تمريرات شفتها لمروان عطيه 78.6 لدقه التمريرات. ديانج 86.4، قفشه 85.4 في المية، يعني خمسة يعني ديانج كان اعلى واحد في دقة التمرير يليه قفشة. التمريرات الطولية مروان عطية اكتر 6 يليه قفشة يليه ديانج. الالتحامات شايف الالتحامات نسبة الفوز بالالتحامات مش عالية للتلاتة، مروان 2 بس، ديانج 3، قفشة 2، ده محتاجين نزوده في مباراة الاياب. لازم الكرة التانية يا جماعة تكون اعلى من كده. التاكلينج الصحيح 2 لمروان عطية، ديانج 1، قفشة 1. تشتيت الكورة برضو مروان عطية 1 وقفشة 1. قفشة يعتبر بالنسبة للأرقام عمل مباراة كويسة بالنسبة سواء لمروان عطية أو لديانج، الاثنين مش ما كانوش في مستواهم قوي. نبص بعد كده على أرقام بيرسي تاو ورضا سليم. بيرسي تاو هنلاقي إن هو برضو ما عملش ولا محاولة، ما صنعش ولا فرصة، بس وحتى الأرقام الدفاعية بتاعته ما كانتش عالية قوي. ولا محاولة إزاي؟ الكرة اللي هي يعني اللي هي اتقطعت مش محسوبة محاولة، اللي هي اللي هي بتاعت حارس المرمى. ده لو لحق الكرة جوه لازم يشوطها عشان تتحسب محاولة. لازم يحققها يعني. اوكي. رضا سليم برضو ولا محاولة، بس رضا سليم الأرقام الدفاعية أعلى من بيرسي تاو، يعني تاكلينج صحيح، شتت الكرة مرتين، تدخلات دفاعية مرتين، أخد ثلاث أخطاء. دقة التمرير بتاعت بيرسي تاو تبين لك إن هو كان خارج الماتش قوي 58%، ده رقم مش كويس، عكس رضا سليم مثلا 71.4. الالتحامات 8 من 14، رقم برضو كويس بالنسبة لبيرسي تاو مش وحش، 5 من 9 لرضا سليم. الارقام نوعا ما ان شاء الله الارقام دي تتحسن في مباراه الاياب. طيب كيف تنظر لمباراه الاياب يا كريم؟ اعتقد احنا يعني محتاجين بقى كولر محتاج ان هو يغير من نظرته لصن داونز. النهارده يا كابتن النقطه اللي انا بقولها مثلا هي المواجهه ما بين مارسيل كولر وما بين مكوينا. مكوينا بقى فاهم ازاي يتعامل معاه، وهو حتى النهارده في المؤتمر الصحفي بدا ياخد المباراه للجانب النفسي، وحتى رمى الجمله قعد يكرر فيها كتير، احنا بنعرف نسجل في القاهره، احنا بنعرف نسجل في القاهره. فمهم جدا ان احنا نحول من العقليه بتاعتنا في التعامل مع سان داونز. محتاجين ان احنا فعلا نلعب بشكل هجومي اكبر. اعتقد ماتش حتى نفتكر ماتش 2-1 لما كنا هو خسر 2-2 لما كنا متقدمين 2-1 على سان داونز وبنهاجم سان داونز، قدرنا المباراه دي كنا ممكن نوصل لثلاث اهداف اربع اهداف. كابتن رضا شحاته قال كلمه مهمه قوي، قال كلمه حلوه قوي قوي عجبتني في التحليل. انا استمتعت الحقيقه النهارده. قال جمله ممتازه، جمله حلوه قوي عجبتني، وهي ان انت لما بتحط له بعض اللعيبه على اطراف الملعب هتجبره بس ان هو يقف. في فرق تام بان انا في الاول صح؟ في فرق تام بان انا حتى لو ما عملتش محاولات بس انا حاطط لك اتنين مثبتين لك على الاقل اتنين لعيبه، او حتى ايفن هتحط معاهم واحد تاني. حتى زي ما برضو يعني ربما يكون مثلا ثابت قال على ارقام بيرسي تاو مش افضل حاجه. انا بصراحه انا اللي بيعجبني في بيرسي تاو في مانشستر سان داونز ان هو عنده شخصيه. شخصيه يا كابتن اسلام، هديك مثلا الشوط الاول تخيل مكوينا حط ثلاث لعيبه على بيرسي تاو. صحيح. ثلاث لعيبه. خلى الفول باك
ومساك ولعيب من خط الوسط يرجعه يقفله على بيرسي تاني، ان هو عارف ان هو هيعمل نفس حركه الهدف الثاني اللي جابه في ماتش 5-2 لما خد الكره من نص الملعب وجري ورقص ودخل لجوه راح شايط فيه. ما عملهاش غير مره وكان لبره، وحاول يعملها النهارده، حاول كذا بس النهارده حاول لبره النهارده يعني كان بيرقص لبره، المره بالزبط. اللي فاتت رقص لجوه وجول. بس بصراحه مكوينا كان ذكي في حته ايه، ان هو بدل ما يحط له اثنين حط له ثلاث لعيبه يراقبوه. فبالتالي احنا ببساطه محتاجين في ماتش العوده نغير العقليه بتاعتنا. اكيد طبعا الوضع اللي احنا فيه احنا متاخرين بهدف نظيف محتاجين نعوضه، فمحتاجين ان احنا ندي زياده هجوميه، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان الجهاز الطبي ينجح في يعني تسريع من شفاء امام عاشور، لان امام وجود امام عاشور وكهربا في المباراه الجايه دي مهم الى اقصى درجه، درجه كبيره. الروشتة للمباراة القادمة، أول حاجة لازم المطالبة بالساعة الجماهيرية الكاملة من النادي الأهلي، إن شاء الله الأمن يوافق بإذن الله حتى لو 40-50 ألف، دي مهمة جدا لأن الجمهور 40-50 زي 70 الجمهور الأهلي هو اللاعب رقم واحد يعني. طبعا أنا في الآخر يعني أتمنى الجمهور كله يبقى موجود، لكن مش قرار يعني. الجمهور الأهلي هو اللاعب رقم واحد في المباراة دي عشان تقدر ترجع، هو اللي هيديه الدفعة وهو اللي هيحمس اللعيبة زي ما متعودين من جمهور النادي الاهلي. رقم اتنين لازم اللعيبه، كل لعيب بيلعب في النادي الاهلي لازم يعني يعرف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه، لازم مهم جدا القتال، البطوله دي هتفرق معانا قوي، ان تبقى اول نادي في افريقيا تاخد البطوله دي هتفرق معانا كتير، لازم يتفرجوا على الفيديو الاحتفال بتاع مكوينا اللي احنا لسه شايفينه من شويه ويحطوه في اوضه اللبس، ولازم نعرفه ان مع النادي الاهلي ما تحتفلش غير في الاخر. دي نقطة مهمة جدا، بشوف ان في بعض العناصر اللي احنا ما خدتش في مباراة الذهاب ممكن تعتمد عليها في مباراة الإياب تجنبا للإرهاق، زي مين؟ ياسر إبراهيم. يعني لو قلنا تشكيل كده بشوف ان محمد الشناوي الاثنين المساكين، ادخل ياسر إبراهيم جنب محمد عبد المنعم. أوكي. ميزة ان ياسر إبراهيم ما لعبش مباراة الذهاب، فياسر إبراهيم كمان في الضربات الثابتة ممكن تستغله ويجيب لك جون من ضربة ركنية. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اكرم توفيق بشوفه ناحيه اليمين، مهم ان انت تستغل الحاله اللي مر بيها في الشوط الثاني وما لعبش كتير ويعتبر بدا يجهز، فاقدر استغله خاصه ان هو هيرمي حد عليه زي ماسيكو، فانا عايز ادافع، فاكرم بيقف بشكل كويس يقدر يقفل لي الجبهه دي. الناحيه الثانيه علي معلول لا خلاف عليه. الثلاثه اللي في وسط الملعب هنا بقى ممكن نتكلم فيها شويه، انا شايف ان مهم جدا عوده احمد نبيل كوكا. ليه؟ مروان عطيه بيمر بفتره مش موفى فيها شويه، كوكا ما لعبش ماتش الذهاب، كوكا مش مجهد بدنيا، كوكا بيمر بحاله كويسه، وكمان مكوينا مش موجود لعيب سان داونز، فانت محتاج لعيب في وسط الملعب يعمل لك الاستحواذ، فبشوف ان كوكا مهم، والاثنين اللي قدامه ديانج وامام عاشور، لا غنى عن امام عاشور في المباراه دي، مهم جدا جدا تواجد امام عاشور، ان شاء الله يكون جاهز باذن الله ويلحق المباراه، وجنبه اليو ديانج. الثلاثه اللي قدام بيرسي تاو او حسين الشحات على حسب الجاهزيه في اخر يوم ناحيه اليمين، رضا سليم وكهربا. بشوف ان التشكيل ده ان شاء الله لو النادي الاهلي بدا بيه اعتقد ان شاء الله ان احنا ممكن باذن الله ان احنا نعمل نتيجه كويسه. اسمع برضو رايكم قبل ما اخد التشكيل منك يا كريم، اسمع رايك في مباراه الوداد والترجي النهارده. انا اتفرجت عليها وطبعا طبعا كابتن طارق ثابت المدير الفني لنادي الترجي اول حاجه اشتغل عليها فوق يعني الاختلاف ما بين ترجي السنه دي وترجي السنه اللي فاتت، ان ترجي السنه دي بيعرف يدافع بس، دي ده في وجهه نظري، بقى دفاعهم بقى افضل شويه، ربما ما دعموش باسماء كبيره، كمان بقى خروج محمد بن رمضان عمل لهم ازمه في خط الوسط، لسه ما عندهمش اللاعب اللي يعوضه، بس الفريق بصراحه بقى بيدافع بشكل افضل شويه من السنه اللي فاتت. الوداد بكل امانه الفريق ربما يكون اقل شويه كمان من الفريق اللي واجهنا في الفاينل، مستوى الفرقتين طبعا بكل امانه لا يرتقي لمستوى سان داونز، في فجوه بعيده جدا جدا جدا، الاثنين بيلعبوا على الكرات الطوليه والكرات العرضيه، كان في مشكله من الفرقتين، هم حافظين اسلوب لعب بعض، وكمان كان في حاجز نفسي لان الفرقتين بيلعبوا بعض لاول مره منذ مباراه المشكله بتاعه عدم الاستكمال في 2019 في الفاينل بتاع الفار. أيوه. فكان في ازمه، الجمهور برده كان بيحاول يعمل ضغط على الترجي، بس بكل امانه بكل امانه الاثنين مش مخيفين خالص، واعتقد ماتش كان حلو، ماتش حلو كمستوى الفرقتين مع بعض، يعني هما الاثنين قريبين من بعض، انما لما مثلا بنقارن ما بين مستوى المباراه دي ومستوى مباراه الاهلي وسان داونز، لا الاهلي وسان داونز في المباراه كانت تكتيكيا افضل يعني. تشكيلك بقى من وجهه اشوف، انا اتفق جدا جدا مع ثابت في معظم الاسماء اللي هو قالها، بس انا هختلف على اسم كوكا، ان كوكا ممكن كنت استخدمه النهارده، لكن اذا عاد امام عاشور طبعا انا في وجهه نظري الشخصيه لا خلاف على ثلاثيه اليو ديانج مروان عطيه
وامام عاشور. طبعا انا بحتاج لعيبه شخصيه، بحتاج لعيبه كبيره، بحتاج لعيبه عندها خبره. طبعا نبيل كوكا بيقدم مستوى ممتاز، ولكن برضو صغر السن في مثل هذه المباريات مع اي غلطه مع بتاع هتخرجه بره المباراه تماما. في الجانب الامامي برضو بشوف الثلاثيه بتاعه بيرسي تاو، حسين الشحات وكهربا، مع وجود رضا سليم كورقه تغيير استغلها في الشوط الثاني. ان لحد ما بشوف الدكه بتاعتنا يعني مع بعض الاصابات، لا دكه الاهلي كانت في بدايه الموسم اقوى من كده. وبصراحه برضو تاني يعني لحد ما ممكن في المباريات الحاليه مودست مش هيبقى له دور كبير قوي، فمش محتاجين ان وقت الحقيقه للاسف لازم ياخد وجهه نظر، يقعد اسبوعين يتمرن بالظبط، لانه موضوع بعيد شويه، لانه بعيد موضوع بعيد موضوع بعيد. والنقطه الماتشات مش مستحمله، الماتشات مش مستحمله النوعيه دي. صح. في الدوري اوكي، في الدوري ممكن الماتش يستحمل، انما بتواجه سان داونز او حتى باذن واحد احد باذن واحد بدون مقاطعه نواجه ان شاء الله الوداد او الترجي في الفاينل، ففي مفيش تحمل لهذا الامر. فباذن الله باذن الله بس الجهاز الطبي يؤكد وجود امام عاشور وكهرباء، وباذن الله الدنيا تتحسن يوم الاربعاء يا مسهل يا رب ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم دايما عندما ننظر سننظر الى الجانب الايجابي اكتر، انا على الاقل من وجهه نظري، ولكن كل ضيوفي من حقهم ان هم يتكلموا زي ما هم عايزين ويقولوا اللي هم عايزينه، وكل واحد بيقول وجهة نظر، ولكن في النهاية إذا قلنا وجهة نظر فهي وجهة نظر في صالح النادي الأهلي وليس لأمر آخر، حتى لو كان هناك سلبية معينة بيتم الكلام عنها فهي أيضا لصالح النادي الأهلي، حتى لأن احنا ننتظر إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي ننتظر الصورة بتاعة الجمهور، إن أنا أتمنى طبعا إن أنا أشوفها والله من غير ضغط ومن غير حاجة، أتمنى إن أنا أشوف صورة الجمهور. هتهلنا تاني يا سمير لو سمحت حطها، صورة الجمهور تكون يكون بهذا العدد الكبير جدا جدا في المباراة القادمة يوم الأربعاء القادم. الصورة اللي أمام حضراتكم وجهة نظري إن هي هتفرق كتير جدا 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 مع فريق النادي الأهلي في المباراة القادمة. فإن شاء الله أتمنى إن احنا نبقى جاهزين على يوم الأربعاء، اللاعبين، كل الأمور السلبية اللي اتقالت، كل الأمور اللي ماشية أو اللي كنا نتمنى أن نراها في مباراة النهاردة إن شاء الله نراها يوم الأربعاء، ويستطيع النادي الأهلي الفوز على سان داونز والوصول للمباراة النهائية. أنا بشكرك يا أحمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. أنا بشكرك كريم على وجودك معنا، شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.